السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في ساعة رياضة نقدمها لكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. أهلا بكم. بداية، تعادل فريق شباب بلوزداد مع مضيفه الهلال السوداني سلبا في المباراة التي احتضنها ملعبه الأخير بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن المجموعة الثانية لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا التعادل أصبح في رصيد شباب بلوزداد نقطتين فقط من أصل أربع مواجهات ليصعب من حظوظه كثيرا للتأهل إلى الدور المقبل في انتظار ما ستحمله نتيجة المتصدر ماميلودي سانداوز الجنوب أفريقي ومازومبي الكونغولي. وفي موضوع آخر أو للحديث أكثر أو نذهب إلى موضوع آخر، دائما في منافسة دور أبطال إفريقيا مولودية الجزائر بدوره أيضا سيكون أمام مواجهة صعبة ليلة لسهرة اليوم أمام نادي تونجيت السنغالي، مواجهة يفصل فيها الزميل طارق بوفليح. المغامرة الإفريقية للمولودية تتواصل مع محطة جديدة، الخطأ فيها ممنوع والفوز يعني تعزيز الحظوظ والاقتراب أكثر من الظفر بتأشيرة التأهل. تونغيت السنغالي المنافس القادم يفتقد الخبرة ولا يعد مرشحا على الورق، وسبق للمولودية أن فازت عليه ذهابا بهدف قضت به على نحس دام أكثر من 40 سنة من المعاناة في الماما أفريقيا. عمراني سيستفيد من كامل أوراقه الرابحة بعد أن راح حشود في مباراة بلوزداد واسترجع ربيعي وأضحت التشكيلة جاهزة بدنيا وفنيا. وبالعودة إلى لغة الحسابات، فالمولودية تتواجد في الوساطة برصيد خمس نقاط بعد خوضها لثلاث مباريات من دون أن تتجرأ مرارة الخسارة بفوز وتعادلين، وعلى بعد نقطتين من الرائد الترجي التونسي الذي ينتظر تنقل صعب إلى مصر لمواجهة الزمالك المصري في نفس الجولة واليوم والتوقيت. الفوز إذن يعني بكل بساطة رفع الرصيد إلى ثمان نقاط قد تجعل من المولودية رائدا في حالة خسارة الترجي أمام الزمالك، ويساهم في تعميق الفارق عن المصريين والاقتراب من التأهل في حالة انهزام الترجي التونسي أمام الزمالك. هي حسابات ما قبل المواجهتين في انتظار حقيقة الميدان. لنا لبس أن نذكر فقط بأن شباب بلوزداد أصبح في رصيده بعد هذا التعادل الذي تحصل عليه أمام الهلال في السودان ثلاث نقاط. وفي سياق متصل، عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم المالي بوبو الطراوري حكما لمباراة مولودية الجزائر وطنجيت السنغالي لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، ويساعد حكم الساحة مواطنه الصماك والحكم الثالث تيما من بوركينا فاسو. وللحديث أكثر عن مواجهة مولودية الجزائر وطنجيت نربط الاتصال مباشرة بالزميلة ليلى بن فرحات المتواجدة بملعب 5 جوليا رفقة محللي التلفزيون الجزائري. إليك الخط الزميلة ليلى، وما الجديد قبيل لحظات فقط من انطلاق مواجهة المولودية وطنجيت؟ الخير ليلى إذا في الاستماع. إذا شكرا جزيلا لك بلال بوزيدي. دعني أقول لك أن مولودية الجزائر وصلت الآن إلى أرضية ميدان ملعب 5 جويليا الأولمبي، كنت في حديث مع رضا بابوش لربما الحصول على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب مولودية الجزائر عبد القادر عمراني. كنت أكتبها، دعني أؤكد لك أنه سيدخل بشعال حداد حشود الذي عاد إلى تشكيلة عبد القادر عمراني ومولودية الجزائر بعد غيابه في مباراة الديربي الأخيرة. العمارة ربيعي، إسلا بن الجيا، بالخير فريوي، هذه الأسماء التي حصلت عليها الآن. سنوافيكم بما تبقى أكيد في عند انطلاق أو بداية الأستوديو التحليلي. دعني أقول لك فقط
النشاط أيضا أنه هذه المباراة أمام نادي تانغيت السنغالي ستكون برسم الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا. مولودية الجزائر ستستقبل تانغيت على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي. قيل الكثير على هذه المباراة التي ربما كبيرة في نتيجتها، مصيرية جدا في مشوار مولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، لأنه خطوة إيجابية هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي ونتيجة إيجابية معناها أن مولودية الجزائر ستضع خطوة كبيرة في الدور الربع النهائي الذي لم تصله لزمن ولمدة طويلة جدا جدا، أقول وسيكون إنجاز كبير جدا. مباراة نقول وقال عنها عبد القادر عمراني أنها مخفخخة كثيرا. دعني أتحدث مع رضا بابوش. تعالى رضا بابوش، سنتحدث أو سيحدثنا عن هذه المباراة الكبيرة بما أنه في الطاقم الفني لفريق مولودية الجزائر. رضا بابوش، مباراة كبيرة جدا أمام نادي تانغيت السنغالي، يقال أنها منهرج مشاركة مولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، منذ المقابله تاع اليوم راح تبين لنا ان الشوط كبير يعني للتاهل هذا، واليوم رانا اللاعبين واعيين بالمسؤوليه، اليوم قادرين باش يفوتوا اليوم بالفريق هذا يعني المغمور، ويعني اللي فريق اللي يلعب خارج ميدان مليح. ان شاء الله احنا معولين نديروا اليوم الخطوه الكبيره باش نتاهلوا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك رضا بابوش على هذه التفاصيل. دعني فقط بلال بوزيدي يؤكد انه هذه التشكيله او تشكيله مولوديه الجزائر مثل ما عرفت عوده حشود الى التشكيله الاساسيه ستعرف غياب اسماء سادو، ستعرف غياب ايضا علاطي بسبب عدد البطاقات التي تحصل عليها، لكن الاكيد ان الكل يريد ان ينسى مردود مولوديه الجزائر الذي كان في مباراة الديربي أمام شباب لوزداد. لماذا نقول شباب لوزداد؟ لأنه هو أيضا تعادل في مباراته اليوم أمام الهلال السوداني، وهو أيضا يوضع في حجم ذلك الفريق الكبير الذي يلعب رابطة أبطال إفريقيا بذات الطموح الذي تدخل به مولودية الجزائر. لأجل ذلك هي مباراة كبيرة، قلت مفخخة، يقول عنها عبد القادر حمراني يريد أن يحسم أمره، ربما وضع رجل كبيرة في الدورة الربع النهائي من هنا من الجزائر أمام نادي تانغيت السنغالية. نعم ليلى، مباراة مولودية الجزائر وتانغيت يبدو أن المولودية في أحسن رواق للظفر بثلاث نقاط، خاصة وأنه يستقبل على أرضية ملعب تسمح بإجراء مباراة جميلة وتطبيق الكرة التي تعود عليها مولودية الجزائر. كيف هي حال أرضية الميدان ليلى؟ وهل اليوم سنشاهد المولودية تلعب الكرة التي عودتنا عليها منذ بداية البطولة؟ والله صعب جدا أن نتكهن في مباراة من حجم مباراة تدخل ضمن مباريات رابطة أبطال إفريقيا. فريق من حجم نادي تانغيت، لماذا أقول من حجم نادي تانغيت؟ هو سيدخل هذه المباراة بدون مركب نقص، ليس لديه ما يخسره هذا الفريق، سيلعب مرتاح كثيرا هذا الفريق في مجموعة مولودية الجزائر. الضغط سيكون على مولودية الجزائر، ممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية الأكبر، وبالتالي مولودية الجزائر تعرف جيدا أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، لكن الحكم لن يكون على ربما أرضية الميدان، لأنه منذ أسبوع فقط من الآن شاهدنا ربما ذات الفريق نفس الفريق على نفس الأرضية، أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي أمام فريق كبير أيضا فريق شباب لوزداد. وبالتالي مباراة اليوم قلتها هي مفخخة جدا. لماذا؟ لأنها ستعتمد أيضا على النتيجة، لو في حالة ما إذا مولودية الجزائر لم تتمكن من ربما تعدي حاجز نادي تانغيت، وهذا لا نتمناه أبدا، أكيد أن الأنظار ستكون متجهة إلى مباراة نادي الزمالك المصري والترجي التونسي. لماذا؟ لأن الترجي التونسي هو متصدر المجموعة الرابعة، نادي الزمالك لو فاز أيضا بمباراته أمام الترجي سندخل حسابات كثيرة، وبالتالي مولودية الجزائر هذه هي منعرج بقائها في رابطة أبطال إفريقيا. أقولها صراحة لكل عشاق مولودية الجزائر الذين يعرفون جيدا، ولما شاهدوا المولودية
السعودية في مباراة الديربي لم يكن هناك رضا كبير جدا من حيث الأداء. لأجل ذلك عمراني بعد التشكيلة التي نشاهدها وسرعة استعادة حشود والتشكيلة التي قدمناها يريد أن يحسم الأمر اليوم هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي، لأنه ليس الأمر في تونغيت ولكن الأمر أنك تلعب داخل القواعد ويجب الحصول على نتيجة هذه المباراة. ولما ربما تحدثنا في حوار وكلام جانبي مع كل القائمين على فريق مولودية الجزائر قيل أن هذه المباراة صعبة جدا وبالتالي أي ربما خطوة سلبية في هذه المباراة ستعقد نوعا ما من شؤون مولودية الجزائر. لأجل ذلك المولودية اليوم أكيد في أحسن رواق لأن الظروف ستخدم المولودية لأسباب أنها تستقبل ميدانها، أنها ستواجه نادي تونغيت حتى وإن قلت ليس لديه ما يخسر هذا الفريق، لكن المولودية مطالبة اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية والفوز هنا على أرضها وميدانها حتى تخطو قلت خطوة كبيرة نحو الدور الربع النهائي. هو في حد ذاته إنجاز كبير هذا الدور الربع النهائي، خاصة وأن المولودية ستحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، وأرى أنه أجمل هدية ستهديها لأنصار هذا الفريق أنصار مولودية الجزائر الذين يعرفون كثيرا بربما تفانيهم وحبهم لهذا الفريق، يريدون لقبا تأهلا في الذكرى المئوية لمولودية الجزائر. إن شاء الله ليلى، إن شاء الله ذكرى مناسبة من أجل المئوية، بالتوفيق لك وللمولودية ومتابعة طيبة للجميع سهرة اليوم. المباراة ستكون منقولة على القناة الأرضية. نواصل أخبارنا حيث أجرى اليوم شبيبة القبائل آخر حصة تدريبية له على ملعب وود لانس بالعاصمة الزامبية لوزاكا في نفس توقيت المباراة تحسبا لمواجهة نابسا ستارز الزامبية غدا الأربعاء برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسة كأس الكاف. وكان الطاقم الفني بقيادة المدرب لافان قد أنهى التحضيرات التي تسبق هذه المواجهة المهمة لشبيبة القبائل في هذه المنافسة الإفريقية التي تعول الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة فيها. من جهته وفاق سطيف أجرى أيضا هو الآخر آخر تحضيراته قبيل المواجهة التي تجمعه اليوم أمام الأهلي الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة. أشبال المدرب نبيل الكوكي أنهوا تحضيراتهم وهم على كل أتم الاستعداد للظفر بهذه المواجهة المهمة للوفاق سطيفي في هذه المنافسة الإفريقية. في موضوع آخر محليا أشرف وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالتي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري بتفقد أشغال وتهيئة وترميم مضمار ملعب ألعاب القوى التابع لملحق ملعب 5 جويلية الأولمبي وكذا منطقة الإحماء والتدريب، وأصدى الوزير تعليمات بضرورة الانتهاء من الأشغال أواخر شهر مارس الجاري لإعادة فتحه للرياضيين، مشددا على إلزامية موافقة الأشغال مع معايير تنظيم المنافسات الدولية لألعاب القوى. في موضوع آخر وفي موضوع البطولة الأولى للمدارس الكروية بالجنوب الكبير والتي تنظمها مؤسسة سوناتراك تتواصل فعاليات البطولة ليومها الثاني تحت اسم الفنك الصغير خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري. وللحديث أكثر حول هذه البطولة نربط الاتصال بالزميل سهيل بن دنيا وللحديث أكثر عن هذه البطولة. بداية إليك الخط زميلي سهيل، يبدو أن اليوم الثاني من هذه البطولة عرف نتائج مغايرة وتنظيما محكم لحد الآن. يحتضن مركب إرارة لسوناتراك بحاسم سعود البطولة الأولى لمدارس الكروية بالجنوب. الدورة تجمع 12 فريق للذكور و4 فرق للإناث بمشاركة 10 ولايات. الآن تجري مقابلة مهمة، مقابلة فريق بشار مع فريق من ورقلة
الذي أثبت فيه نجوم ورقلة جدارة هؤلاء الفتيان المشاركين في هذه المقابلة، بدوا مهارات على أساس أنها تؤهلهم قد يختارون في المستقبل لتمثيل النخبة الوطنية. والمقابلة الثانية هي مقابلة فريق من طمنراست وفريق من تندوف، وستليها بعد ذلك مقابلتين بين فرق الإناث، مقابلة أولى بين فريق تيمسين وفريق تيمسين، وفريق من توغورت وفريق آخر من تيمسين. لكي نفصل أكثر في هذا، في تفاصيل هذه الدورة، البطولة الأولى من نوعها على مستوى ولاية ورقلة، احتضنتها سوناطراك مركب إرارة بتنظيم من طرف سوناطراك والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. نستضيف السيد عبد الكريم بن عودة ليفصل لنا أكثر عن هدف هذه الدورة. تفضل سيدي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نتقدم بالشكر الجزيل لمجمع سوناطراك ومدير العام لهذا احتضان هذه الدورة بحاسم سعود، لتدخل في إطار تطوير الكرة، وهذا بمشاركة فرق من الجنوب ومناطق الظل. هي أول نسخة، ستليها إن شاء الله دورات وطنية وإن شاء الله دورات دولية. الفرق كما تفضلت 12 فريق، يعني من المدارس المنخرطة، لأن يعلم العام الخاص أن الفرق، كل فريق هذه راهي منخرطة في الاتحادية الجزائرية في كرة القدم، وكذلك الفرق النسوية. وبالتالي احنا الهدف تاعنا ان شاء الله هذه الدورات تسمح لنا باش نخلق الأكاديمية الثالثة، بعدما كانت أكاديمية خميس مليانة 2004-2005 وأكاديمية سيدي بن العباس 2006-2007. اليوم رانا في الانتقاء الأولي لأكاديمية الجنوب لتكون لاعبين 2008-2009. بصفتكم سيدي على أساس أنكم مدير التطوير والنخبة على مستوى الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، هل الآن اليوم أنتم موجودون من خلال التقنيين اللي موجودين الآن سيتم فيه اختيار للنخبة أو مشاركة هؤلاء الأطفال لاختيارهم لمشاركة في النخبة مستقبلا؟ بطبيعة الحال، هي نعطيك مثال، يعني في أكاديمية سيدي بالعباس هناك حوالي 15 طفل جايين من الجنوب الكبير، من تندوف، من أدرار، من تمر، حتى من حاسم سعود هناك لاعبين، ومن ورقلة، من توغورت. وبالتالي احنا الهدف تاعنا ان نكونوا لاعبين امثال بوداوي، زرابي، يعني غولة، بالبحري اللي كان في بشار. يعني الجنوب موجودين لاعبين، وإحنا العملية تاعنا أن نقوم بعملية انتقاء على كل ربوع الوطن، وإن شاء الله الأكاديمية الثالثة هذه اللي تكون في الجنوب تمثل، يعني الهدف تاعنا أن نحضر لاعبين للنخبة، سواء يكونوا في الفرق الوطنية أو لماذا في الأكاديميات، وبالتالي تكون نجوم الغد إن شاء الله. سمينا هذه الدورة النسخة الأولى بلو بوتي فينك، يعني الفنك الصغير، لأن لكل جزائري في الجنوب، في الشمال، الشرق أن يحلم أن يكون كذلك كأبطالنا في الفريق الوطني ألف اللي هما لفينك. يعني لو بوتي فينك إن شاء الله في المستقبل القريب يكون يعني الفوتور فينك تاع الفرق الوطنية. شكرا لك سيدنا عبد الكريم بن عودة، مدير النخبة والتطوير على مستوى الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. ننوه فقط بأن هذه الدورة تتواصل لخلال 4 أيام، سيتم فيها إجراء مقابلة نهائية بحضور السيد المدير العام لشركة سوناطراك، وكذلك بعض اللاعبين القدامى من المنتخب الوطني، وذلك للاحتفال بأطفال الجنوب الذين سينشطون هذه البطولة. عودة لكم للاستوديو المركزي. شكرا لك سهيل، كنت معنا مباشرة من مدينة حاسم سعود، وبالتوفيق. في أخبارنا المتعلقة بالبطولة الوطنية، كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن موعد إجراء مباراة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر المتأخرة
لحساب الجولة 12، وحدد تاريخ الجمعة 26 من شهر مارس موعدا لإجراء هذا اللقاء، كما كشفت الرابطة عن تواريخ المباراة المتأخرة للفرق الجزائرية المعنية بالمنافسات الإفريقية على غرار مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، شبيبة القبائل ووفاق سطيف في منافستي دور الأبطال وكذا كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. في أخبار الرابطة الأولى، ولحساب الجولة 18 انتهى قبل قليل مباراة سريع غليزان وأولمبي المدية بالتعادل السلبي. المواجهة التي احتضنها ملعب الطاهر زوغاري عرفت إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين، تعادل رفع رصيد أصحاب الأرض إلى النقطة 21، فيما أضاف الأولمبي نقطة تضاف لرصيده المتمثل في 29 نقطة. وفي مباريات الغد يستقبل أتلتيك بارادو شبيبة الصورة، وعينه الإطاحة بفريق يسعى هو الآخر الحفاظ على ريادة المحترف الأول. عن هذه المواجهة يقول الزميل علي جعفر. بعدما تصدر عن جدارة ترتيب الرابطة المحترفة للمرة الأولى هذا الموسم، لن يكون تنقل فريق شبيبة الصاورة إلى العاصمة لملاقاة أتلتيك بارادو إلا بطموح واحد، هو تأكيد الانتصارات التي حققها في آخر 5 مقابلات. لكن المهمة لن تكون بالضرورة في المتناول أمام منافس لم يذق طعم الخسارة سوى مرة وحيدة في مبارياته 7 الأخيرة. كان للجنوب الذي فاز في 3 مباريات خارج ميدانه لن يرضى إلا بالزاد كاملا بملعب الدار البيضاء، أملا في البقاء متصدرا في ظل انشغال وفاق سطيف بمنافسة كأس الكاف، غير أن الباك لن يفرط بسهولة في سانحة الارتقاء إلى المركز الرابع ولو بشكل مؤقت، لا سيما مع غياب مهاجم الصورة عزيز الحمري والمدافع مهدي دراوش عن هذه المباراة. أبناء بارادو من جهتهم سيحاولون الحفاظ على نسق الانتصارات واللا هزيمة داخل الديار بعد نقاط الدربيين الأخيرين أمام اتحاد العاصمة ونصر حسين داعي على التوالي، في ظل اعتماد الطاقم الفني للفريق على كامل التعداد بعيدا عن هاجس غيابات الأسماء. مباراة شبيبة الصورة أتلتيك بارادو بعيدا عن حسابات الربح والخسارة هي فرصة للفرجة وموعد للندية بين رجال مصطفى جليط ورفاق زكريا مصباح في مواجهة زادها السياق أهمية وتشويقا وجعلها بمثابة القمة عن الجولة 18. في مواجهة أخرى سيستغل مولودية وهران فرصة استضافته لفريق جمعية عين مليلة من أجل خطف الصدارة مرة أخرى وتعويضا لتعادله الأخير في الجولة السابقة. أما أشبال المدرب عبد القادر يعيش سيحاولون تأكيد فوزهم الأخير المحقق أمام اتحاد بسكرة. محمد شمواني معه أكثر تفاصيل. هدف التعادل لصالح مولودية وهران، كرة ملال تكسر الجدار وتسكن الدار. الهدف الأول في المباراة. تعثر فكاد الحلم للأنصار أن يتبخر، وتواصلت حكاية وهرانية خالصة مع أفضل لاعب مرر. عاد الفريق فما عادت أحزان البقاء لمولودية الارتقاء مع الجمعية التي سئمت الأدوار الثانوية فحلت بموسم مختلف باحثة عن الاستثناء. نقطتان تفصلهما ومعطيات تميزهما، فالجمعية الخامسة شابهت المستضيفة في وقع الانتصارات الثمانية، واختلفت في 5 تعادلات وثلاثة تعثرات ومن أصل 16 مباراة. الجمعية بالأمل ورغم خيبات الأمل المالية جمعت 29 نقطة ذهبية لفريق مختلف متفرد متمرد على تاريخه القريب. وفي القريب العاجل موعد زبان الشهيد قد يشهد على سفرية محفوفة المخاطر بواقع 19 هدفا وتلقي 15 لرفقاء حامية بواقع آخر، انتصار بأفضلية الملعب والضغط. الرهان بمدينة وهران أمام المولودية ثاني الترتيب المتألق
بمنطق الأرقام والأهداف الباحث عن ماضيه المرصع بالألقاب. سيفتح لحوار كرة جميلة مع رفقاء ملال بن عمر والمطراني لتركيبة ما عادت تعاني وإن حدث في آخر مباراة. أشبال الثنائي بالعطو مضوي بعد 8 انتصارات وسبع تعادلات وهزيمتين بعد 26 هدفا ضيعوا فرصة الانفراد بين تضييع الهجمات واكتسبوا ضغط التعامل مع أقوى المباريات. الهدف الأول في المباراة. تسديدة قوية. مولودية وهران جمعية عين منيلة، موعد متجدد بين إطارات التدريب الجزائرية من عبد القادر يعيش إلى بلعطوي وماضوي في كرة كلاسيكية قد تغير بعد المباراة من ترتيبهما بين باحث عن الصدارة ومفتش عن البوديوم، جولة قبل إسدال الستار عن شطر الذهب. الهدف الثالث لصالح مولودية وهران. ماذا تفعل المولودية في هذه المباراة؟ هدف جنينة يقول لك جيل الألفية الجديدة، ذكرتني بعواد وزعبية وداغولو، جيل التسعينات يقول لك ذكرتني بالهداف التاريخي للمنتخب الوطني عبد الحفيظ طصفاوت وعلى طريقة زروقي وبن زرقة، جيل الثمانينات يقول لك ذكرتني بسباح بن يعقوب والأخضر بن لومي ومشري بشير والطيب فوسي، جيل السبعينات والستينات يقول لك ذكرتني بسيد أحمد بن كدروسي، ذكرتني بميلود هدفي، ذكرتني بهواري بديار وعبد القادر فريحة. مولودية وهران تضرب بدوره شباب قسنطينة سينزل ضيفا ثقيلا على شباب أهل برج بوريريج، وعينه على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية آخرها الفوز بخماسية أمام سريع غليزان. يوسف رزيق والتفاصيل. أهل برج بوريريج لا يزال يبحث عن فوزه الأول هذا العام في البطولة المحترفة. الأهلي يحتل المركز الأخير بخمس نقاط فقط من 5 تعادلات. المباريات العشرة الأخرى خسرها البريجية ولم يتمكن ولا مرة من حصد 3 نقاط، رغم أنها كانت قريبة في المباراة الأخيرة أمام مولودية وهران الذي عدل فيها الرائد آنذاك مولودية وهران النتيجة في آخر أنفاس المباراة. بالمقابل شباب قسنطينة في سلسلة من النتائج الإيجابية وصلت إلى 5 مباريات دون هزيمة. أشبال ميلود حمدي فازوا في مبارياتهم الأخيرة أمام سريع غليزان ب5 أهداف كاملة، وقبلها فرضوا التعادل الإيجابي على شباب بلوزداد بهدف لمثله في ملعب 20 أوت، ما يبين استفاقة الخط الهجومي لزملاء الهداف أمقران. أهل البرج مطالب بالاستفاقة وبتحقيق الفوز الأول له قبل نهاية مرحلة الذهاب. أما الشباب فالفرصة مواتية أمامه لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. ولحساب ذات الجولة يستقبل أولمبي جمعية الشلف في اتحاد بسكرة في مباراة مهمة وصعبة للفريقين لأجل استعادة توازنهما والابتعاد أكثر عن فرق مؤخرة الترتيب. محمد شماني مرة تالية. ما يحدث معهما لا يسر القريب ولا البعيد بنتائج ومراتب مخيبة في راهن الحال. أولمبي شلف المتدحرج جولة فأخرى بعد بدايات مميزة أضحى اليوم في المراتب الخمسة الأخيرة بهزائم متكررة متواصلة داخل البيت وخارجه، آخرها ثلاثية عاصمية في شباك أسوأ دفاع تلقى 27 هدفا. غير الأولمبي مدربيه وما تغيرت وضعيته إلا للأسوأ، من مويسي إلى الكناوي إلى مويسي وإيغي. ومنذ الفوز على بارادو بملعب بومزراق انهزم رفقاء بالجلالي أمام أولمبي ندية ثم الصورة فوفاق سطيف وجمعية عين مليلة وصولا لاتحاد الجزائر. وفي الخسائر 9 مناسبات في 15 مباراة مع فوز تكرر ل5 مرات وتعادل واحد وحيد. بالأرقام سجل 18 هدفا، 7 منها لقدور بالجلالي فيما لم يسجل هجومه مجتمعا إلا 3 أهداف وتكفل المدافعون بالبقية. اتحاد بسكرة المتحدي لكبار القوم الكروي المنهزم الهش أمام البقية حكاياته مختلفة في 17 مباراة، سجل فيها 8 أهداف لا غير واستسلم للغير في 21 هدفا. أبناء أيت جودي فازوا 3 مرات
تعادلوا في 7 مناسبات. رفقاء خوالد توجوا أمام الوفاق والاتحاد وانهزموا بالسداسية والرباعية أمام المولودية والثورة والثنائية أمام الجمعية. اتحاد التعادلات ورغم خبرة عناصره إلا أنه فشل في تقديم أوراق اعتماده، يعاني الأمرين هجوميا في غياب التوازن وتضييع النقاط بملعب العام. الأولمبي الاتحاد بكل السيناريوهات المتاحة، لقاء مفتوح على كل الاحتمالات في انتظار لغة الأقدام والأهداف في قادم الأيام. وداد تلمسان يستقبل نصر حسين داي في مباراة لا تقبل القسمة على 2 لكلا الفريقين الطامحين لتحقيق الوثبة المطلوبة كما يقول بلال بناري. على وقع المشاكل وإضراب اللاعبين يستضيف فريق وداد تلمسان نصر حسين داي في مهمة التدارك وإعادة القاطرة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين من خسارة بالثورة إلى تعادل بأرضية ميدانه أمام نجم مقرى. والسؤال الذي يطرح هنا، كيف سيتعامل المدرب بن شذلي مع المباراة في ظل تذبذب التحضيرات، خاصة والفريق متواجد في المركز 13 ب18 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن ثالث المهددين بالسقوط، وهذا قبل جولة عن ختام مرحلة الذهاب، ما يجعل الحصيلة سلبية لأن أي تعثر آخر قد يفقد التشكيلة توازنها ويعيدها إلى نقطة الصفر. لذلك فمباراة النصرية ستكون محكا حقيقيا. في الجهة المقابلة لا تختلف الوضعية في بيت النصرية التي عادت إلى نقطة البداية بهزيمتين متتاليتين أمام شباب قسنطينة ونادي بارادو، ما يجعل أشبال تزيري بلال مطالبين أكثر من أي وقت سابق بالتركيز والعودة بنتيجة إيجابية قد تبعد الفريق من مركزه الحالي الذي لا يرقى إلى طموحات الأنصار وإيقاف النزيف لإنهاء الشطر الأول من البطولة في وضعية تسمح لها بالتفاوض جيدا في مرحلة الأياب. وداد تلمسان نصر حسين داي سجال بين جارحين باحثين عن تضميد جراحهما، ولن يكون ذلك إلا بالنقاط الثلاث بغض النظر عن الضيف والمستضيف. والآن نتابع برنامج مباريات الجولة 18 كاملا والذي سيكون على الشكل التالي. أعلنت إدارة وفاق سطيف على حسابها الرسمي في فيسبوك عن تأهيل مهاجمها الغاني دانيال لوموتي بعد أن تمت تسوية ديون لجنة المنازعات، وأضافت في بيان لها أن الفريق السطيفي أن اللاعب سيكون تحت تصرف المدرب نبيل الكوكي بداية من مباراة الغد أمام نادي أهلي بن غازي في إطار منافسة كأس الكاف. ومن الرابطة الأولى إلى الثانية هواة، نذهب إلى مباراة مولودية قسنطينة، أو قبل ذلك قبل أن نعطي نتائج مباريات الرابطة الثانية هواة، نذهب بكم مباشرة إلى محطة قسنطينة الجهوية للحديث عن ألعاب القوى بالولاية هناك. نعم الخط جاهز، نربط الخط مباشرة بالزميل ياسين بوخنف. نعم ياسين إليك الخط، تفضل. مشكور، مساء الخير ميلال بوزيدي. إذن نفذت هذا الأسبوع من محطة قسنطينة ستكون كما أشرت حول رياضة ألعاب القوى، والعينة سيكون فريق مواهب أتلتيك قسنطينة لألعاب القوى، ونسعد باستضافة السيد العابد عبود رئيس النادي. أهلا بك. شكرا الأخ ياسين، وشكرا للإخوة الضيوع على هذا الضيافة، ونتمنى إن شاء الله نكون قدمكم وقت ضيق. معنا كذلك السيد محمد بوريو مستشار رئيسي في الرياضة. أهلا بك سيدي. مساء الخير مشاهدين الكرام، مرحبا بكم. سلام. إذن البداية نبدأ معك العبد عبود، قبل أن تكون رئيس للنادي أنت عميد المدربين بقسنطينة ومكتشف المواهب،
يكفيك فخرا انك شفت الاعداء سكينه بطمي ثم حاسبه بالمرقه والعديد من العديد من الاعدائين. اذا بدايتي كمدرب بدايه سنه 1970 باول رياضيه وصلت بطله افريقيا هي بطمي سكينه في 78، ومن بعد جاوك رياضيين اخرين، وفي اخر الامر ان حاسبه بالمرقه هي اللي شرفتنا دوليا واولمبيا، وهذا شرف لنا ولقسنطينة كذلك. سيد بوضيوي محمد، انت كذلك عداء سابق، كنت شاركت في اولمبياد سيول سنه 1988. والله مصاري كرياضي يعني كان على قدو يعني في مستويات، ومن بعد درت التكوين تاعي العالي في الرياضه، ومن بعد راني خرجت كمسير وكرياضي وكاستاذ في المعهد العالي للرياضه، وحاليا راني نائب رئيس الجمعيه، نحاول نمدوا خبرتنا ان شاء الله في خدمه الشباب والرياضه وخاصه الدعم. الان انتم بصدد تقديم كل هذه الخبرات للاجيال هذه. ان شاء الله احنا رانا نقدموا هذه الخبره في خاطر الشبان تاعنا، وان شاء الله في خاطر العاب القوى، وان شاء الله نكونوا احسن رياضيين كما استاذنا العبد على كل حال هو كمكتشف وهو كبابانا وكشيخنا هنا في قسنطينه وفي الجزائر كلها. نحاولوا نعطيو له الدعم ونعطيو له القدره والجوانب الفنيه والجوانب التقنيه باش نكونوا احسن رياضيين من هذا المجال. شكرا. اذا نتابع هذا الموضوع لعبد الملك الزنيديه حول فريق اتلتيك مواهب قسنطينه. بالرغم من حدثة تأسيسه، استطاع نادي مواهب أتلتيك قسنطينة لألعاب القوى أن يرسخ اسمه ضمن خارطة ألعاب القوى الوطنية في كل الاختصاصات والأصناف بعدد من الإجازات الرياضية قاربت 300 إجازة. نادي بدينا نخدمه في 2009 في مواد أفغيل، بدينا بالك بعشر رياضيين، ومن بعد بدينا نطلعوا درك عندنا ما شاء الله 300 رياضي من كل الأصناف حتى عندي من 6 سنين. لعب القوى في قسنطينة راهي مشهورة بزاف، هذه لا ليغ تاع قسنطينة راهي من الثمانينات هي هكا، أنا كنت فيها عدة، ودوك ربي يبارك راني مدرب، راني عندي فريق، عندي فريق تاع عندي بنجاما، عندي كول، عندي مينيم، وراني مدير بالتنسيق مع الرابطه الولائيه تاع قسنطينه. التكوين المستمر مهم لبروز المواهب الواعده. انا كمدرب نقدر نقول لك راني نخدم بوليفارون فورماسيون تكوين، كسوسوا في القفز ولا في الرمي ولا في جري في السرعه، رانا غير نكونوا باش نقول لك انا اختصاصي مانيش اختصاصي. ممكن جدا بعد في اون فورماسيون والطفل قاعد يتكون قادر يدير نتيجه في الرمي، ولا دار في نتيجه في الرمي من بعد يكون اختصاص. للاشاره فهذا النادي ينظم سنويا مهرجانا عربي لالعاب القوى للمسافات النصف الطويلة، من شأنها بعث التنافسية الرياضية في هذا الاختصاص. إذن كان هذا موضوع حول فريق مواهب قسنطينة. سيد العابد عبود، طبعا النادي حديث النشأة لكن ترك بصمة على المستوى الوطني وحتى الدولي. يعني قبل نقول لك بان في مده 10 سنوات حصلنا على نتائج يعني ما نقولش مشرفه، اكثر من مشرفه. وبدايه نقدر نعرفك بهذا الفريق الذي تكون في يوم 20/4/2009 برئاسه البطل العالميه والاولمبي حسيب ابو المرقه، بدايه بتسجيل كما يقولها الاهداف المسطره اللي منذ 2009 وحنا عليها، هي اولا التكفل بالنخبه الولائيه والجهويه والوطنيه في رياضه العاب القوى، ترقيه وتنميه العاب القوى لكل اختصاصات لفائده الناشئين والمواهب الشابه، توفير الظروف الماديه الضروريه لممارسه العاب القوى على اعلى مستوى، ضمان التدريب والتكوين الرياضي للرياضيين والممارسين، الاعتماد على التاطير التقني الكفء المختص، التأهل للمشاركة في المسابقات الوطنية للحصول على عدة نتائج إيجابية تضمن المشاركة الدولية. على ذكر المشاركة الوطنية الدولية، أعطينا بعض الأسماء. أنا في سنة 2013 بدأنا برياضية بن عامر دارين لشركة في بطولة العالمية في إسبانيا في برشلونة. ما احسش نتيجه دوليه، ما كان في المرتبه السابعه ولا الثامنه ما نقولش. وعندنا الرياضيين اللي راهم كانوا معنا من بعد طلعوا سنين في العاصمه كما تريكي
محضر طه هو ابن النادي ابن النادي من كان بالجامعة كان معنا وكذلك عثماني اسكندر هذه راهم الان يشاركوا في مشاركات دوليه من المتركين راح البطوله العالميه القادمه راح يشارك فيها كذلك عندنا تفعيل انشاء اقطاب تنمويه على مستوى بلديه الولايه او عبر ولايه الشرق الجزائري عندنا رياضيين كذلك مسكيده عندنا من عنابه عندنا من قالما من البلبوقي يعني على مستوى الجهه والموعد الان طورنا روحنا وصلنا حتى المستوى الوطني عندنا رياضيين يحبوا يجيوا لعندنا من ولايه وهران من بشار من سوق هراس يعني والحمد لله. اذا نروحوا ربما للسيد بوريو بالنسبه لرياضه لعب القوى هي من الرياضات اللي عادت للنشاط بعد التوقف ماذا عن النادي في المشاركات الاخيره هذه في البطولات الاخيره؟ هي بعد العوده سنه يعني من بعد الحجر الصحي بدينا اعطينا فرصه على كل حال الرياضيين باش ياخذوا حيز من التدريب وبدينا اول منافسه اللي كانت هنا البطوله الولائيه للعدو الريفي في نهايه شهر جانفي والمنافسه الرسميه اللي بديناها وهو المهرجان الوطني للعدو الريفي بالبعراويه بلديه الخروب وبعده كان مهرجان وسيفي قلما في باتنا مهرجان ليروين روما والنادي يعني قدم نتائج لباس بها ومردود لباس به ومازال يقدم لان احنا البطوله الجهويه الشتويه على المضمار في 26 مارس في العاصمه ورانا عندنا رياضيين مؤهلين لان البطوله الجهويه درناها هنا في قسنطينه عندها اسبوع الاسبوع هذا اللي فاز درنا بطوله جهويه وعندنا احسن رياضيين اللي من النادي اللي راح يكونوا يشاركوا احتمال كبير يربحوا لنا بطوله وطنيه شتويه اللي ان شاء الله احنا عندنا امال كبيره عليهم وهذا ما يمنعش ان الممارسه الرياضيه المدارس الرياضيه بدينا الدوره الاولى هنا في قسنطينه وعندنا النادي على كل حال مواهب أتليتي قسنطينة يكتسح الميدان ككل سنة بعدد المشاركين وأحسن نتائج ككل سنة وهذا يعني استراتيجية النادي بتفعيل الممارسة الرياضية على المستوى القاعدي وبعد ما يكون عندنا عدد أكبر من الممارسين نقدروا نخيروا مجموعة كبيرة الرياضيين اللي نقدروا يعني نتكفلوا بهم ونصرفوا عليهم إمكانيات أكثر ونعطيهم إمكانيات به يكونوا على ذكر المواهب والفئات الصغرى زميل عبد الملك زنيدية أعد هذا الموضوع حول الفئات الصغرى فئة الناشئين والأصناف الصغرى تعد الخزان الرئيس لنادي مواهب أتليتيك قسنطينة لألعاب القوى نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه الطاقم الفني لهذه الفئة العمرية. أنا بنجوجة زينب عمري 13 سنة والتخصص تاعي هو ميل دو سون خيرت الاختصاص حتى لقيت روحي فيه مليحة تما وش حابة تكوني في المستقبل؟ في المستقبل حابة نكون كما حاسبة بالمرقة خيرت الاتليتيزم باسكو سي ان سبور نحبه بزاف وحبيت ندير فيها باسكو انا بعد راني مليحه فيه وفيه بلوزيغ افونتاج وحبيت نوصل كما حاسبه بالمرقاش وندير يكون عندي افونير كبير في الخوف الاتليتيزم نتحصل على المرتبه الثانيه وطنيا في الالعاب العشريه بربي ان شاء الله رانا نطمحوا دركا باه نتحصلوا دركا احنا فرانا الابواب البطولة الجزائرية ورانا نحصلوا باه نجيبوها بربي إن شاء الله وطامع بربي إن شاء الله باه نتكاليفا شامبيونا دافريك لونسي جافلو تحصلت على المرتبة الثانية والثالثة وطنيا هدف في المستقبل طوكيو 2021 ورانا على الأبواب البطولة الإفريقية إن شاء الله عمري 15 سنة الاختصاص تاعي لاوتور الوثب العالي المرتبة مدي شامبيون دالجيري المسافات نصف طويلة رمي الرمح والوثب العالي اختصاصات يراهن عليها الطاقم الفني لتحقيق نتائج كبيرة في المستقبل إذا شفنا هذا الموضوع على ذكر النتائج النادي حقق نتائج يعني إيجابية طبعا من دون شك بفضل التكوين والانتقاء الجيد لي هما كل شبان هدوما بداوا يعني الرياضة من أصناف صغر وبقاو في النادي سواء كانوا في النادي سواء كانوا في نوادي اخرى وجونا ولكن الرياضه الرياضيين هادو صابوا راحتهم وصابوا التاطير الملائم وصابوا يعني ظروف العمل الممتازه ومثل المؤطرين يعني ولا رئيس الجمعيه ولا مام المنشات الرياضيه يعني اللي راهي عندنا اللي نقدروا ندربوا فيها في ظروف مليحه ولو فيها شويه هكذا شويه نقائص نتمنوا ان شاء الله نداركوا هذا الشيء الا ان هاد الرياضيين بداوا يعني من مستويات صغيره
وطلعوا يعني البسيط فيهم راح نقول لك انا عنده 4-5 سنوات ممارسه. عندنا طفله بنت هذه بنجوجة زين من عين مليلة يعني ظاهرة خارقة للعادة، نتمنوا لها إن شاء الله تكون في أحسن حال وفي ظروف أحسن ونوفر لها كل الإمكانيات إن شاء الله باش تنجح. هذه البنت تجي من عين مليلة تدرب في قسنطينة وظهرت يعني الخصائص المورفولوجية والخصائص الطبية يعني الشيء فيها أعطانا يعني معطيات اللي نقدروا الطفلة هذه نديروا لها برنامج مليح ونديروا لها كونترا بروغرام وان شاء الله نقدروا نوصلوا بها تكون كيبو المرقى احسن ان شاء الله. نعود لك العبد نقدروا نقولوا هل بامكان قناه قسنطينة ان تنجب يعني عداء مثل بول المرقى ومثل سكينه ابو طميل اللي خرج مدرسه قسنطينة كذلك؟ بالنسبه للرياضيين اللي موجودين عندنا يعني العديد ما نقولش لك واحد ولا زوج، عندنا عده رياضيين ممكن يكونوا احسن بالمرقه. يعني عندنا رياضيين في الرمي، عندنا احنا في كذلك في النسخ الطويل، ولكن دائما كيف يتم التكفل بهم حتى يحافظوا على نفس هذا؟ احنا الى حد الان هو الشيء اللي سهل الامور ملكه الاولياء. الاولياء هما اللي قاعد يجيبوا في ولادهم، هما اللي ممكن ينجحوا. اما الرياضيين الصغار اللي عاد يجيو يسكنوا بعيد ويسكنوا في النوفال فيل شويه صعوبه. الاولياء عندنا كثير من الأولياء اللي راهم قايمين بنهم اللي يجيبوا بيومين يدربوا، وحنا إن شاء الله باستمرارية تعلم تم ستكون نتائج أحسن من نادي المسجلة عندنا. إذا كان ذلك نتكلك النتائج باختصار أننا من 2010 إلى حد الآن حصلنا على 162 ميدالية، هذه 72 ميدالية ذهبية، 49 ميدالية فضية، و41 ميدالية برونزية. بمعدل المشاركة من 2010 إلى يومين هذا عندنا 2375 إجازة رياضية. حصلنا في الأربع سنوات الأخيرة هذه على 34 ميدالية ذهبية، 26 فضية، 22 عفوا برونزية، ب 82 ميدالية. والشيء اللي شرفنا وحنا نفتخر به هو أننا حصلنا على أول كأس وطنية ما بين الفرق منذ 62 إلى يومين هذا في 2019. تغلبنا على أحسن الفرق الوطنية الجزائرية بميدالية بكأس الأولى ب 11441 نقطة. يعني هذا إنجاز كبير، إنجاز كبير كبير جدا. وكذلك الأسبوع الماضي بقى في البطولة الوطنية العدوري في حصلنا على كأس المرتبة الثالثة في العدوري في سيدات، كذلك مش إنتاج كما يقولوا إنجاز. نتمنى إن شاء الله التوفيق ومزيد من النجاحات ونشكركم على هذه التوضيحات. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، عودة إلى زميلي بلال بوزيدي وبقية أخبار الرياضة. شكرا لك ياسين بوخناف ولضيوفك الكرام، كنت معنا مباشرة من محطة قسنطينة الجهوية. عاين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي رفقة السلطات المحلية المركز التقني الجهوي لكرة القدم الذي يشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز، حيث بلغت نسبة الأشغال 70%. في أخبار الرابطة الثانية وفي نتائج الجولة التي لعبت اليوم، انتهت مباراة نجم بن عكنون واتحاد الحراش بالتعادل السلبي، وكانت من أقوى مباريات هذه الجولة، وكان منتظر أن تحمل الكثير خاصة وأن الفريقين يحققان نتائج طيبة على غرار اتحاد الحراش. الزميل نعم، كانت مباراة انتهت بالتعادل السلبي وكانت واحدة من أهم مباريات الجولة، وعرفت في آخرها حضورا جماهيريا على غير العادة. وعقب المباراة استطاع الزميل أحمد صويلح أن يجمع لنا التصريحات التالية. ليست جاهزة بعد، نذهب إلى مباراة أخرى أيضا وفي واحدة من أقوى المباريات التي لعبت اليوم لحساب الجولة السادسة من المحترف الثاني أو الرابطة الثانية. هوات أمل الأربعاء بدوره استطاع أن يعود بالزاد كاملا في آخر أنفاس المباراة ليفوز على رائد القبة بهدفين لواحد. وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل هدف لكل فريق، استطاع الأمل بقيادة مدربه عبد الحكيم بوفنارة أن يفوز بهذه المباراة ويضيف 3 نقاط مهمة إلى الرصيد.
وبعد اللقاء استطاع أيضا أو بعد اللقاء جمع الزميل صوفيا المهني الانطباعات التالية. إلى مباراة أخرى، حيث حقق أيضا مولودية قسنطينة الأهم بفوزه على مولودية باتنا بهدف وحيد لحساب الجولة السادسة من القسم الثاني هواة للمجموعة الشرقية، وهدف المباراة الوحيد سجله اللاعب جاهل من طريق ركلة جزاء. والتصريحات جمعها الزميل محمد صالح بوسك. فوز يعطينا أكثر قوة وأكثر ثقة إن شاء الله المباراة القادمة. اللاعب الكل مشكورين على الأداء الرجولي والبطولي فوق الميدان. في الشوط الأول كانت فيه خلل في الهجوم، لأن كانت استحواذ الكرة تاعنا، كان عندنا الكرة، الخصم خرج من المنطقة تاعو، استحواذ كان جيد، ولكن عندما الكرة تمشي للهجومات كنا نضيعوا الكرة في الهجوم. فيما يخص الشوط الثاني، نقول بلي ان التغييرات اللي كانت في المستوى اعطت اكثر قوه، وضغطنا على الخصم في الشوط الثاني في المنطقه تاعو، حتى ارتكب خطا ضربه جزاء كانت واضحه، والحمد لله هدف اعطانا اكثر قوه. نهني اولا وقبل كل شيء فريق مولوديه قسنطينه على الفوز. احنا الفريق نتاعنا يعني تاثر بالغيابات لاعبين، قد عدة لاعبين ما حرفناش الحظ وما درناش السما باش يعني نستاهلوا يعني الفوز. الحاجه تاع مولودية قسنطينة كانوا حاضرين وعندهم الاراده باش يفوزوا. والان نتابع واياكم نتائج الجوله السادسه للرابطه الثانيه هواة. لا يزال فريق اتحاد عنابة الناشط في الرابطة الثانية هواة للمجموعة الشرقية يعيش وضعية صعبة جعلت من انطلاقته في البطولة محل شك لأنصاره الآملين في تحقيقه الصعود. تفاصيل أكثر مع محمد صالح بوسكر. اتحاد مدينة عنابة يطمح هذا الموسم لتحقيق أفضل النتائج بالرغم من بدايته المتذبذبة، إلا أن الفريق عاد بقوة بفضل ثلاث انتصارات متتالية حققها أشبال بن شوية. وضعية الفريق تعرف احنا خاصة السنة لقينا ديون قادمة تستمر ونص اللي خلصناهم، هذا هو الشيء يعني اللي كان شوية قلقنا، يعني حتى الإجازات يعني لي دو ماتش الأولين ورطينا للماتش الأول ما الأكابر ما لعبناش مع لامز بيبي هنا، ورحنا كذلك يعني وين لعبنا مع الموك كذلك نقدر نقول لك بالأصغر الحمد لله دوك جبنا الإجازات، لكن الآن تبقى السيولة المالية ناقصة. تحقيق الأفضل يتطلب انتدابات نوعية، وهي المرحلة التي وقف عليها المدرب بن شوية منذ البداية. اللاعبين اللي جبناهم الحق لله لاعبين سواء من ناحية التقنية ولا من ناحية التربية لاعبين في المستوى، ودرنا بون بريباراسيون ما يخفالكش باللي الفريق بدينا بالك وربما 5 ستاج اللي خلاتنا باش نكونوا هذيك اللحمه، ولهذا نقولوا النتائج اللي راهي درك موجوده، ونتمنى ان شاء الله المجيء ان شاء الله يكون احسن. هذا وينتظر انصار الاتحاد بشغف كبير رؤيه فريقهم ضمن حظيره الكبار. في
في أخبارنا الدولية ومواصلة لمباريات الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تتواصل اليوم بلعب مواجهتين، الأولى تجمع ريال مدريد بأتلانتا الإيطالي، والثانية بمانشستر سيتي مع مونشنغلادباخ الألماني، على أن يختتم الدور غدا بمواجهة بايرن ميونخ للاتسيو الإيطالي وتشيلسي مع أتلتيكو مدريد. نتائج المباريات السابقة نتابعها سويا ضمن البرنامج التالي. على ملعب بوشكاش أرينا ببودابست يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي بروسيا مونشنغلادباخ الألمانية بأسبقية الفوز ذهابا بهدفين. المباراة ستكون لرفقاء رياض محرز بمثابة التأكيد واقتطاع بطاقة التأهل إلى دور الربع. السيتي الذي يقدم مستويات جيدة في الدور يريد الحفاظ على نسقه الهجومي المتصاعد. بيب غوارديولا فضل إراحة الثنائي دي بروين وغاندوغان في آخر مباراة أمام فولام ليكونا جاهزين أمام مونشنغلادباخ. وحسب المدرب الإسباني فإن فريقه وضع مباراة الذهاب جانبا أمام فريق ألماني سيلعب كل أوراقه من أجل تدارك تأخره في مباراة الذهاب. مباراة الذهاب أصبحت بالنسبة لنا من الماضي، لا يمكن لك أن تعرف ما الذي سيحدث في عالم الكرة. على كل مباراة هذا الثلاثاء ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب. المهم هو عدم ارتكاب أخطاء أمام فريق منسجم ويملك مدربا جيدا اسمه ماركو روس. وفي مباراة أخرى يستضيف ريال مدريد الإسباني أتلانتا الإيطالية بأسبقية الانتصار في بيرغامو بهدف ماندي. الريال أنهى استعداداته وعينه على بلوغ ربع النهائي في مباراة سيلعبها رفقاء العائد للمنافسة كريم بنزيما بحذر كبير أمام فريق سيلعب بكل قوته. On se joue toujours la saison. En fait, c'est ça le truc, c'est que chaque match ici, c'est comme ça. Donc, نحن نلعب كل مباريات الموسم من أجل الفوز. ندرك تماما ما ينتظرنا أمام أتلانتا رغم الفوز ذهابا، وهذا بالنسبة لنا لا يعني شيء. سنلعب إذن بكل قوتنا من أجل التأهل. وفي المقابل سيدخل أتلانتا المواجهة باحثا عن تجاوز خسارته ذهابا على ملعبه. رجال المدرب جيان غاسبيريني يتطلعون لتحقيق مجد جديد وتكرار نتائجه الجيدة في دور المجموعات عندما أطاح بليفربول وأجاكس أمستردام. في موضوع آخر، عاين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي رفقة السلطات المحلية المركز التقني الجهوي بليلة 6 بتلمسان لكرة القدم الذي يشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز حيث بلغت نسبة الأشغال 70%. المشروع الذي سيستلم في أواخر السنة الحالية يضم 6 ملاعب منها 3 معشوشبة طبيعيا وواحد مخصص لكرة القدم داخل القاعة، بالإضافة إلى مركز الاسترجاع وتقوية العضلات وكذا فندق بسعة 110 أسئرة. وعقب الزيارة أكد رئيس ألفاف خير الدين زطشي أن هذا المركز سيفتتح أبوابه للمنتخبات الوطنية بكل فئاتها وكذا لفرق البطولة المحلية خلال فترة التحضيرات الصيفية والشتوية. أول مركز يعني انطلقنا في المشروع نتاعو باش نبنيو هذا المركز اللي يعني اللي راح يكون قطب في يعني تكوين النخبة الجزائرية مستقبلا. وحنا الحمد لله جينا يعني ورانا فرحانين كثير على بال يعني المستوى اللي لحقت ليه الأشغال. أظن بأن يعني إن شاء الله إذا كملت الأشغال بهذه السرعة أظن من إن شاء الله إلى نهاية السنة ما تبقاش يعني حاجة كبيرة في هذا المركز. ولهذا يعني إحنا الحمد لله يعني رانا فرحانين كثير بهذا الشيء. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية ساعة رياضة قدمناها لكم من الجزائرية الإخبارية، كان في رئاسة تحريرها محمد طوزالين وفي الإخراج مروان فراح وفي تقديم بلال بوزيدي فعلا.